السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في مطبخ فدوى الجيوات والحلويات. كيف لاحظتوا معايا غادي نقدم معكم الفقاص، كيجي رائع جدا. في المقادير عندي هنا 6 البيضات في حجم كبير، درجة الحرارة ديال المطبخ، هنا معلقة ديال النفع وحبة حلاوة، هنا زلافة ديال اللوز مرطبة من قبل في الماء، عندي 2 كيسان ديال العنبة ديال الزيت وجوج كيسان ديال سنيدة، وهنا نصف كاس ديال الجنجلان المحمر من قبل. هنا عندي 1 كيلو ديال الدقيق الابيض مغربل وجوج ديال الخمارات. هنا في قصرية ضروري من قبيصة ديال الملح كيف ما ديما، وغادي نهرسو 6 ديال البيضات دائما في حرارة ديال المطبخ. وغادي نضيفو لهم 2 كيسان ديال العنبة ديال سنيدة، دائما سنيدة تكون رقيقة، وغادي نطربوهم مزيان باليد وحنا كنحكوهم بالكف ديال يدينا حتى كدوب لينا سنيدة. في هاد المرحلة عطيو لسنيدة الوقت مزيان باش تدوب لينا، دائما نحكوها بالكف ديال يدينا مع البيض حتى كنحسو بها دابت. ملي كنحسو بها دابت لينا عاد كنضيفو الزيت، وكذلك وحنا كنطربو بالكف ديال يدينا مزيان مزيان حتى كينسجمو. من بعد ما نسجم لينا الخليط مزيان ما بين الزيت والسنيدة والبيض، غادي نضيفو ليه معلقة كبيرة مخلطة ما بين النافع وحبة حلاوة، وكذلك الزنجلان منقي ومحمر شوية، محمر شوية باش ما نديروش اخضر. هنا غادي نطول مع ما بغيتش نطول معكم الفيديو، غادي نسرع حيت هنا خصو يطرب مزيان مزيان حتى تحسوا بالخليط تساجم مع بعضو، ولا ما بقيتوش كتحسوا بالحبيبات ديال سنيدة، خاصها تذوب تماما. اعطيوها غير الخدمة بالكف ديال يديكم، هذه هي العملية اللي كتنجح الفقاص وكيجي لينا مثقب وكيجي مرمل وغادي يعجبكم ان شاء الله. هنا غادي نديرو اللوز، ملي كنضيفو اللوز ما كنحكوش بالكف ديال ايدينا، كنحركوه غير بصبعنا باش ما نطيروش ليه القشره ديالو، حيت هو كان مرطب من قبل في الماء، كترطبوه في الماء باش عند التقطع بالموس ما كيتكسرش ليكم الفقاس، كيكون رطب وكيتقطع بسهوله. هنا غادي نبدا نضيف الدقيق، من طبيعه الحال انني مغربلاه من قبل، دقيق خاص بالحلويات، ونضيفو 2 ديال الخمارات. دائما الدقيق كنضيفوه تدريجيا، ما كنضيفوش في واحد المره، دائما تدريجيا شويه بشويه حتى كينسجم لينا الخليط. هنا غادي نجمع الفقاس، دائما الفقاس ما يكونش قاصح، خليه دائما رطب باش كيجيكم مهوي وكيجي فيه مثقب ومرمل، كيجيش قاصح في العضه، مرمل وفي نفس الوقت هشيش. هنا غادي نجمع انا العجين ديالي كيف كتلاحظوا، وكيف ما قلت لكم تكون رطبه ما تكونش قاصحه بزاف، انتم كيف كتخشوا فيها الاصبع دغيا كيهبط بسهوله. هنا غادي نقطعوا ل5 كويرات يكونوا قد قد في الحجم، ماشي يجونا الكميرات قد بعضهم. هنا عطاني 5 ودائما قدوهم باش يجيو قد قد. هنا غادي هاد العمليه تبارك الله كلشي الاخوات كيعرفوا ليها الا المبتدئات، البنيات اللي تبارك الله كيتعلموا، غادي نوريهم هاد المرحله. هنا ملي كنبدا كندير في الحربول كنهزو وكنخبطو مع القصريه باش كيخرج لينا داك الهواء اللي فيه وما يجيش فيه الثقب كبيره. هاد المرحله كيف كتلاحظوا، وغادي نقادو باش يجينا متساوي من الوسط وحتى الجوانب صافي، وغادي نحطو بهذا الشكل. وغادي من طبيعه الحال الطاوه دهنتها بالزيت ورشيت ليها الدقيق، وغادي نستمر في نفس العمليه دائما، كل حربول هزوه وخبطوه واحد جوج مرات ولا 3 باش كيخرج منه الهواء اللي فيه صافي. غادي نستمر في هذه العمليه كامله حتى نكمل 5 ديال الحريبلات اللي عندي.
صافي هنا من بعد ما كملتو ضروري انكم ترجعوا وتقادوا دوك الحرابين باش يكونوا مقادين وما يبقاوش عوجين كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي هنا غادي ناخذ واحد البيضه والكاكاو، وتقدروا لما بيتوش ديروا البيض ديروا غير الماء والكاكاو، المهم يكون خادر وتخلطوه مزيان ما يبقاش فيه حبيبات. وغادي ندهن به هاد الحرابيل ديال الفقاص كاملين حتى ياخذوا هذاك اللون ديال الكاكاو، ومن بعد ملي نكملهم غادي نشرطهم بالفرشيط باش يجيو على هذا الشكل كيعطيو واحد المنظر جميل. وحتى اللي ما بغاش يدير هاد العمليه يقدر يخلي الفقاص عادي كيف ما كان زمان، غير هاد الزين كيعطي واحد المنظر زوين للفقاص. هنا من بعد ما كملتو كامل كيف كتلاحظوا كيجي على هذا الشكل، غادي نديرو في الفران، والفران كيكون بارد ما يكونش سخون باش الفقاص ما يطرطقش ليكم. الا كان الفران سخون راه كيطرطق الفقاص. كيف كتلاحظوا ان راه طاب لي هنا الفقاص، وكتشوفوا انه ما مطرطقش كيجي غزال حيت الفران كيكون بارد ونار مهيله وخليوه يطيب على خاطرو، راه ما عمر الفقاص غيطرطق ليكم وكيجي طايب وزوين. دائما الفقاص راه كيطيب غير نص طيبه، كيف كتلاحظوا معايا راه طايب نصف طيبه. ها انتما كيف كتشوفوا، وكنأكد على الفران يكون بارد ونار مهيله. انا هنا غير وريت البنات اللي يلا مبتدئات وكيخافوا الفقاص يتهرس ليهم، اما انا ما كنديرش هذه العمليه. الا بغاو يخليوه ما يزربوش عليه يغطيوه بلاستيكه ويديروا ليه فوطه ويخليوه حتى يبرد مزيان. ما بالنسبه لي انا غير كيبرد وكنقطعو بدون هاد الاضافه ديال الفوطه. ما تخافوش منه راه كيجي جميل وما كيتهرسش منه حتى شي حبه ما كتهرس، راه غادي نقطعو قدامكم وغادي تلاحظوا معايا. هنا من بعد ما برد ليا الفقاص كما قلت لكم البنات المبتدئات الا خافوا منه يديروا بلاستيكه كما بغيتكم ويخليوه حتى يرتاح على خاطره، غير السكين يكون ماضي مزيان كما كنقولوا يكون حاد باش ما يخسرش لكم الفقاص، وغادي تقطعوه بكل سهوله راه ما كيتكسرش نهائي. ها انتم كيف كتلاحظوا قطعوه شويه مائل باش يجي الحجم ديالو زوين، وحافظوا على نفس العبار اللي كتقطعوا باش يجي كل وحده قد اختها تقريبا واحد سنتيم تيكون في كل حبه سنتيم. انا غادي نقطع جميع الحربولات اللي عندنا ونستفوهم في الطاوه، وغادي تبقاو معايا حتى تلاحظوا هذه المرحله. هانتوما كيفاش كيجي الفقاص، كيجي مرمل، واللوز ملي كيكون مرطب في الماء كيتقطع بسهوله ما كيكسرش لينا الفقاص. انا هنا غادي نقطعه كامل وغادي نعمر الطاوه وغادي ندخلها الفران حتى هي على نار مهيله، وردوا ليه البال حتى يتحمر من جميع الجوانب باش يجي لون جميل. وهنا كيف لاحظتوا معايا هذا هو الفقاص من بعد ما تحمر كياخذ هذا اللون، نعطيوه غير الخاطر حتى يطيب مزيان كيجي بهذا اللون جميل، كيتحمر مزيان وكيتحمر لنا حتى داك اللوز، وكيجي مرمل ومثقب كامل. فقاص بصراحه ولا اروع، كاع اللي ذاقوا راه كيعجبوا، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه حقاش. واخا نديروا جميع الحلويات ضروري من الفقاص هو اللي كيزين لنا الحلوه ديالنا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه في هذا العيد ان شاء الله، ونتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده. الى اللقاء، مع السلامه.